مشاهدينا في كل مكان، اهلا بيكم النهارده معانا وحلقه جديده من حلقات برنامجنا برنامج شباب على الهوا. تالت يوم من ايام السنه، سنه جديده وسنه سعيده علينا. يمكن كنت موجوده معاكم امبارح والنهارده موجوده معاكم مره تانية علشان نبدا يوم جديد من ايام شباب على الهوا بمنتهى التفاؤل وبمنتهى يعني الايمان بان ربنا بقدرته سبحانه وتعالى هيهيئ لنا عام جديد مليان بكل الخير. مش بقول ان العام ممكن ما نواجهش فيه اي حاجة وحشة، ولكن هنواجه، بس هنقدر نتحدى، هنقدر نتصدى، هنقدر نقف قدام كل التحديات الوحشة، كل الحاجات اللي ممكن ترجعنا لورا. هننسى خالص كل حاجة فاتت وكل حاجة صعبة مرت علينا، وهنبدأ من جديد. فرصة جديدة علشان نبدأ حياتنا من جديد، علشان نبدأ بمنتهى التفاؤل، الأمل، الإيمان بالله ربنا سبحانه وتعالى بأن هو هيدينا كل ما هو جيد ومناسب بالنسبة لنا وبالنسبة لشخصيتنا وبالنسبة لوضعنا. خلينا نبدأ يومنا بعد طاقة التفاؤل والمرح دي بموضوع حلقتنا النهاردة، واللي هيكون من الموضوعات المهمة جدا، وهي قدرات الشباب وطاقتهم. قدرات الشباب وطاقتهم في ان يبقى عندهم دور في ان هم يبنوا المجتمع، وده يبقى على أسس علمية، يبقى على مجموعة من الدعم اللي ممكن يبقوا بيلاقوه من كلياتهم، لان الكلية بتعتبر هي البيت التاني بعد الأسرة اللي بتدعم الشباب واللي بتصنع منهم طاقات هائلة لخدمة المجتمع. وده يمكن بنشوفه بشكل واضح جدا من خلال النشاطات الطلابية في العديد والعديد من المجالات وفي العديد والعديد من الكليات. النهاردة معانا كلية من الكليات الحكومية وجامعة من الجامعات الحكومية اللي بتدرس التكنولوجيا للطلاب، واللي طبعا كان فيها نشاط طلابي فعال جدا وبناء جدا، وهو ده موضوع حلقتنا معاهم النهاردة. خلينا نبدأ على طول حلقتنا من خلال تقرير مميز جدا هيكون موجود معانا النهاردة، هيكون على الأنشطة الطلابية وتأثيرها على المجتمع. تعالوا مع بعض نشوف التقرير ونرجع نستكمل معاكم حلقتنا. دي حاجة مفيدة جدا للمجتمع ولكل الناس اللي في الجامعات. أولا أنا لو عندي في أي موهبة في أي مجال، الأنشطة دي لازم يعني بتنميها لي، اللي أنا بتأهلني اللي أنا أخد أول خطوة على مستقبلي. دي حاجة. تاني حاجة، أنا ممكن يكون مش لاقي الفرصة في أي مكان تاني، فالجامعات هي ممكن تلاقيني المكان، تلاقيني الأشخاص اللي هم ممكن يخلوني أخد كورسات في المواضيع دي كلها، تحطيني على أول الطريق زي ما بيقولوا. ممكن الحاجات دي تأهلني اللي أنا أبقى محترف فيها، مش أبقى هاوي. يعني عندنا أمثلة كتير جدا في الفن وفي الرياضة وفي جميع المجالات. الأنشطة الطلابية دي يعني بتأهل الناس بعد الجامعة في المدرسة. لو أنا مثلا في المسرح يعني هتأهلني إن أنا عامل حاجات تانية بعد المسرح، يعني بتساعد الأنشطة الطلابية دي على حاجات كتير وبعد كده كمان. طبعا الأنشطة الطلابية مفيش كلام إن هي مفيدة طبعا، وتعتبر تأهيل للطلاب إن هم يبقوا في المستقبل حاجة كبيرة. وطبعا الأنشطة الطلابية دي طبعا بتختلف ومتنوعة جدا، فممكن يكون في أنشطة طلابية رياضية ممكن تأهل الأولاد والتلاميذ إن هم في المستقبل يبقوا أبطال كبار على مستوى الجمهورية ويشرفوا مصر والمجتمع العربي. وفي نفس الوقت كمان في أنشطة تانية فنية ومسرحية وغنائية. الأنشطة الطلابية في الجامعات مفيدة جدا، بتأهل الطلاب للمجالات التمثيل، زي مثلا ممثلين كتير زي أستاذ عادل إمام وغيره كتير، يعني طالعين من الجامعة. هو من خلال الأنشطة الطلابية على فكرة هي دي بتنمي حاجات كتير قوي عند الطلبة. لو في المجال الرياضي على فكرة ممكن بتأهله اللي هو ياخد بطولات ويوصل للعالمية. يعني عندنا نماذج كتير أو مشرفة أو في الرياضة. لو في مجال الفن برضو المسارح بتاعة الجامعات دي حاجات مفيدة جدا جدا أو للطلبة. يعني لكم مرة تاني وبرنامجنا برنامج شباب على الهوى، ويمكن زي ما الأغنية كده كانت بتقول القاهرة وناسها، يمكن مش القاهرة بس الحقيقة، ولكن كل منطقة وكل شبر في مصر يعني له بصمة وله روح مختلفة. والحقيقة ان اللي بيخلق الروح دي هم الشباب، يمكن مش بس في القاهرة، او يمكن احنا دايما بنتكلم عن الشباب الموجودين في القاهرة، ولكن دايما بيجينا في برنامجنا برنامج شباب على الهوى مجموعة من الشباب اللي فعلا سابوا بصمة وسابوا تأثير من خلال كلياتهم ومن خلال
أنشطتهم الطلابية في الكليات الخاصة بيهم من محافظات مختلفة، وبالفعل بيقدروا أن هم يعملوا مبادرات وبيعملوا حاجات حلوة جدا جدا للمجتمع. وزي ما قلت لكم البداية، يعني البيت الثاني للشاب والفتاة هو الجامعة أو الكلية بتاعته، واللي بيقدر من خلالها أن هو يوصل صوته ويقدر أن هو ينتشر بعد كده في المجتمع. ويمكن احنا هنشوف ده النهاردة من خلال الأنشطة الطلابية ودورها في بناء الوعي وتنمية الابتكار عند الشباب، وده من خلال إحدى الجامعات التكنولوجية. وطبعا معايا النهاردة ضيوفي بسنتي يحيى مدكور، معيدة بالجامعة التكنولوجية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. ومعايا كمان أحمد كمال، رئيس اتحاد طلاب بالجامعة التكنولوجية. أهلا بيكي. أهلا وسهلا. يمكن الجامعات الحكومية بيبقى لها دور كبير جدا في إن هي تنشئ وعي الشباب وتقدر ان هي تفجر طاقتهم بعيدا يعني عن الدراسة. في بنشوف مجالات رياضية وبنشوف مجالات فنية. عايزاكي في البداية كده بسنت ان تقول لنا الجامعة عندكم ايه هي الانشطة الطلابية اللي موجودة فيها، والجامعة اصلا بدأت من امتى، وخاصة ان هي بدأ من وقت قصير جدا. تمام. مع حضراتكم بسنت يحيى مدكور، معيدة بكلية صناعة وطاقة وجامعة 6 أكتوبر التكنولوجية. بالنسبة للجامعة وأنشطتها، هي الجامعة الحقيقة يعني خليني أذكر تم إنشائها في 2022 بقرار من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية. والجامعة يعني هي لها طبيعة خاصة من ناحية إن هي تشتغل على هدف من أهداف الجامعات التكنولوجية اللي أنشئت من أجله، وهو هدف تحديث مسار جديد أو تعليمي متكامل. بمعنى أن التعليم مش هيبقى بس مقتصر على الجانب الأكاديمي فقط، ولكن هيبقى فيه الجانب التدريب التطبيقي. وده اللي ظهر من خلال تحليل معادلة 60-40، بمعنى أن 60% الاهتمام بالجانب العملي و 40% الجانب النظري، وبيكون مطالب من جميع الطلاب على مدار كل سنة أن هم التدريب الميداني، عشان ده بالنسبة للجزء الخاص الجزء العملي يعني والمشروعات العلمية. أما بالنسبة للأنشطة، فيعني مؤخرا الجامعة شاركت في ملتقى إعداد الكوادر الخاص بالتوعية ضد الإدمان والتدخين، وده كان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي. ويعني كان بيتبعه سلسلة من اللقاءات التوعوية بعنوان تكنولوجيين بلا إدمان. وبالفعل شرفنا يعني أحد ممثلي صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، كان دكتور إبراهيم عسكر، لسه منذ أسابيع قليلة من الصندوق ألقى يعني محاضرة أكثر من رائعة. وإحنا طبعا كان لنا شرف إن إحنا كنا من أول الجامعات التكنولوجية اللي استقبلت سلسلة اللقاءات دي، واللي كانت نتيجة عن ملتقى التوعوي الخاص بالإدمان والتدخين. واللي أبهرني في يعني بعد اللقاء كان مش بس إن الطلاب كانوا استفادوا يعني وكانت محاضرة ثرية جدا، ولكن اللي أبهرني إقبال الطلاب يعني تجاه التطوع في الصندوق، عشان يعني يبدأوا إن هم يوعوا زملائهم بخصوص هذا الأمر يعني أو القضية الخطيرة جدا. وكمان من ضمن الأنشطة كان مشاركة الطلاب في الملتقى الخاص بالشمول المالي والتحول الرقمي، ده كان بتنفيذ من وحدة الشمول المالي والتحول الرقمي وزارة الشباب والرياضة، يعني بقيادة زميلي الفاضل سعد نديم في الوزارة. وكمان مشاركة الطلاب في تدريب فاليو تابع لحياة كريمة والمنافس بالأكاديمية الوطنية للتدريب. وكمان يعني الأنشطة كتيرة جدا، بس مؤخرا كان للجامعة دور بارز جدا في المشاركة في الانتخابات الرئاسية 2024، وكانت الاتحاد كمان كان ليه دور جميل في العملية التنظيمية بداخل لجنة الوافدين بأكتوبر. والجامعة كانت بتوفر كل سبل الدعم للطلاب وبتيسر لهم عملية الانتقال، وده اللي كمان ظهر قبل كمان العملية الانتخابية ما تتم، بدور رئيسة الجامعة ما كانت بتنزل يعني بتدخل جميع المدرجات عشان تبدأ ان هي توعي الطلاب بأهمية المشاركة السياسية، وكمان بتوعيهم في جزئية يعني أو بنقطة عدم التخلي عن حق كفل الدستور ليهم. فكل دي يعني أنشطة الجامعة قامت بيها أو من أهم الأنشطة. وبعد كده أحمد يبدأ بقى يستكمل معانا باقي أنشطة الجامعة، بس خليني قبل يعني ما أختم كلمتي دي
أوضح إن التعليم الفني في مصر كان لو جينا نفتكر كده قبل 2017 كان بيبقى فيه تخوف شديد جدا من أولياء الأمور نحو يعني إلحاق أبنائهم بالتعليم الفني. نقطة التعليم الفني هنرجع نتكلم فيها، ولكن خلينا نبدأ مع أحمد. أحمد أنت يعني يمكن رئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، والأول أنت في الفرقة الكام؟ الثانية. الفرقة الثانية. طيب كلمني عن التحقق برئاسة الاتحاد وان انت تبقى رئيس اتحاد الطلاب، وايه المسؤوليات اللي بتبقى واقعة على عاتقك علشان تقدر تقدم الخدمة الكاملة لزملائك. طيب هو اولا بالنسبة للالتحاق هي عملية تطوعية بالكامل، فبالتالي انا بمثل عن الطلاب بتوع الجامعة بشكل عام، فبالتالي انا على عاتقي تمثيل كل رغبه او كل مشكله بالنسبه للطلبه ديت قدام الاداره، بحيث ان احنا نوصل لحلول مناسبه للفكر بتاعنا في الجامعه، بالاخص ان احنا جامعه جديده فالمشاكل عندنا هتكون لسه فيها شويه صعوبات. انشاء 2022. مظبوط مظبوط. فاحنا بنحاول نتعامل مع المشاكل ديت بما يناسب منظورنا كاداره. يعني مثلا كان في الاول بما ان الجامعه لسه تحت الانشاء فما فيش معامل اي تي لحد فتره قريبه، فكان الطلبه بيتطوعوا بيجيبوا الاجهزه بتاعتهم من البيت تعاونا يعني مع الايه العمليه التدريبيه اللي احنا محتاجينها في الجامعه بتاعتنا. بس خلينا نتكلم عن نبذة مختصرة كده يمكن زي ما استاذ سانتا قالت عن النشاط الطلابي. انت بقى دورك في النشاط الطلابي، يمكن ان دي الحته اللي الناس بتميل ليها، لان خلاص بنبعد عن الكتب وبنبعد عن الحاجات دي كلها، بنبدا ان احنا ننطلق لجزئيه النشاط اللي يمكن بيتقال عليها ايه بنرفه فيها، ولكن بيبقى فيها برضو جزء من النشاط التكنولوجي. يعني بيبقى فيه بعضهم بيحبوا النشاطات التكنولوجيه برضو التابعه او الخاصه بالدراسه، فكلمنا كده عن انواع النشاطات اللي موجوده عندكم. طيب خلينا نبتدي الاول بدعم الاداره لينا كطلب او كاتحاد في تمثيل الانشطه دي. احنا لما بنطلب من الاداره نشاط فهي الاداره بتحاول توفره بكل السبل الممكنه عندنا. يعني مثلا كان لسه خلصان من اسبوعين بالضبط دوري للكوره عندنا في الجامعه. النشاط مش مقتصر بس على نقطة الأجازات الصيفية، احنا عندنا معسكرات صيفية الحمد لله فيها أنشطة فنية وأنشطة بدنية، بس هي الفكرة والهدف للإدارة من عمل حاجة زي كده كانت ان احنا عايزين نطلع إنسان ذو شخصية متكاملة مهنيا عنده جزء من الإبداع، بنرشح للإدارة ان هي تعمل الأنشطة الفنية، عنده لياقة بدنية فبنهتم بالجانب البدني، حاجات كتيرة جدا. كان مثلا عندنا ورشة فنية للأعمال اليدوية كان بتقودها دكتورة ياسمين، فيها كمية أعمال فنية جميلة جدا. طيب خلينا نرجع ونتكلم عن نقطة، يمكن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي كان بيدعم بشكل كبير جدا التعليم الفني. التعليم الفني يمكن هو الوجهة أو القبلة في الوقت الراهن وفي المستقبل كمان، لأن دايما وأبدا بنسمع إيه هات مجموعة عشان تدخل ثانوية عامة، هات مجموعة علشان مش عارف إيه، ولكن في النهاية اللي بيبقى مفتوح قدامهم سوق العمل بشكل كبير هم أصحاب التعليم الفني، ويمكنهم أيضا استكمال دراستهم والحصول على شهادة عليا. خلينا بقى نتكلم عن دور الجامعة بتاعتكم في دعم التعليم الفني. تمام. هو خليني في البداية أذكر أن إنشاء الجامعات التكنولوجية جاء بقانون رقم 72 لسنة 2019، ويعني أنا هتكلم من واقع ملموس. يعني في البداية يعني أنا ليا باع كبير شوية في العمل المجتمعي، وكان من 2012 لحد يعني قبل 2019 كنا دايما بنشوف المشاكل والقضايا المتعلقة بالتعليم الفني، وكان من أهمها تغيير نظرة المجتمع لطالب التعليم الفني، وكمان يعني كنا بنشوف تخوف شديد من أولياء الأمور بعد المرحلة الإعدادية من إلحاق يعني أبنائهم بالتعليم الفني، فكان ده كله بيتمحور حوالين إيه إن هم عايزين بعد كده يستكملوا مسيرة تعليمهم يعني فوق بعد الدبلوم المتوسط او فوق المتوسط، بعد كده يبقى ليهم فرصه زيهم زي طلاب التعليم العام في الحصول على البكالوريوس والماجستير والدكتوراه. ف
فمن هنا بقى يعني جاءت او جاء المشروع الوطني العظيم اللي بدا ان هو يعني او اللي انا شايفاه بمثابه رساله اطمئنان لاولياء الامور. يعني خليني اذكر في النقطه دي ان في اولياء امور بيبداوا ان هم يشوفوا المدارس الفنيه قبل ما يلحقوا اولادهم بيها، يشوفوا هل التخصصات دي متاحه في الجامعات التكنولوجيه ولا لا، عشان يضمنوا من استكمال ابنائهم لمسيره تعليمهم فيما بعد. فيعني حقيقي يعني القياده السياسيه برؤيتها ويعني حكمتها في الامور، وكمان بانصاتها الشديد والجيد لكل ما يقال من الشباب ولكل مقترحات الشباب واللي احنا مشاهدينه جميعا حاليا، هو كان سبب في انشاء المشروع الجامعات التكنولوجيه اللي هي يعني بتعد يعني تحقيق الاهداف جميله واهداف ساميه زي الهدف استحداث مسار تعليمي متكامل، وايضا كون ان هي بتهتم ببناء الشخصيه المصريه مش بس في يعني مش بتهتم بالجانب التعليمي والعلمي او البراكتيكال بس، لا كمان بتهتم بجانب تكوين شخصيه واعيه عندها فكر وثقافه واعداد كوادر يعني شابه جميله يعني من خلال الانشطه المختلفه في الجامعه. تمام. طيب احمد، انت شايف طبعا من خلال دورك بان انت رئيس الاتحاد للطلاب، اكيد شايف مردود الانشطه دي على الطلاب، ايه مردود الانشطه دي على الطلاب؟ والله هو من العمليه التوعويه اللي احنا بنعملها في الفتره الاخيره كان في مشاكل مثلا في الناحيه بتاعه الادمان، خلينا نتكلم في ناحيه الادمان، كان عندنا مشكله ان التدخين عندنا كان منتشر في فئه كبيره جدا من الشباب عندنا في الجامعه. بعد الندوات اللي اتعملت اللي كان اخرها ندوه دكتور ابراهيم عسكر، مش بس الدكتور تناول نقطه التكنولوجيين بلا ادمان، مظبوط، مش بس الدكتور تناول نقطه الادمان كادمان مخدرات او ادمان مواد كحوليه، لا هو تناول حتى اي نوع من انواع الادمان او المواد الادمانيه، الادمان على الانترنت، الادمان على الاكل او هكذا، مظبوط. وده عمل نوع من الوعي عندنا في الجامعه، خلى حتى بعض الطلبة تبتدي تقلع عن شرب السجاير، تبتدي تراجع عاداتها تاني. في طلبة ليا زمايلي كانوا بالفعل بيشربوا سجاير وابتدوا يبطلوا بسبب الندوة الأخيرة اللي اتعملت. حيل. طيب خلينا نتكلم برضو عن النشاطات او النشاطات اللي انتوا بتعملوها او الندوات اللي انتوا بتعملوها ثقافية وفنية وما الى ذلك، هل بتبقى مقتصرة بس على الطلاب ولا انتوا كمان بتشاركوا؟ لا ده احنا كمان بنشارك معاهم، وزي ما احمد وضح في كلمته يعني من شويه ان عندنا الانشطه مش بتقتصر بس على فتره الصيف، بيبقى في يومين في الاسبوع متخصص فيهم الاكتيفيتي تايم اللي هو يوم الاحد والاثنين. يوم الاحد ده بيكون الانشطه المخصصه او المتخصصه في احدى مجالات الجامعه، ويوم الاثنين ده بيكون الاكتيفيتي تايم بتاع الجامعه كلها اللي هو لكل طلاب الجامعه، واللي هو في خلال الاكتيفيتي تايم بقى بتبدا اداره الجامعه تستقبل ضيوف ومتخصصين يدوا اللقاءات، وكمان اعضاء هيئه التدريس خلال الاجازه وخلال الاكتيفيتي تايم بيبداوا ان هم يدوا بمثابه مسانده يعني من الكليه، يدوا دورات تدريبيه ويدوا محاضرات عن الموضوعات اللي بتهم الشباب. وكمان خليني برضو في النقطه دي اوضح جزئيه ان يعني ان اهتمام وزاره التعليم العالي والبحث العلمي والدوله عموما مش بس مقتصر على الطلاب والجامعه بس، لا كمان هي وزاره التعليم العالي بتعمل برامج تدريبيه خاصه لتاهيل اعضاء هيئه التدريس ولصقل مهاراتهم. مؤخرا كان تم برنامج بالتعاون مع اي دبليو اس وزاره التعليم العالي، ده برنامج يعني كنت من ضمن يعني الحمد لله المحظوظين اللي تم ترشيحهم في هذا البرنامج التدريبي اللي هو كان بيهتم بالذكاء الاصطناعي والماشين ليرنينج والكلاود سيرفيس. كل ده كان بيتم يعني اعطاؤنا في خلال البرامج التدريبيه، وايضا كمان كان بيتم يعني سيشنز كده توضيحيه عن ازاي ان احنا نبدا نوظف المحتوى العلمي ده في المحتوى التدريسي اللي بيتم داخل الجامعه. تمام. بما ان برنامجنا اسمه برنامج شباب على الهواء، فكنت حابه اعرف
ايه هي طموحاتك او ايه اللي ناقصكوا، ايه الرساله اللي انت حابب توجهها بما ان انت رئيس اتحاد للطلاب في الكليه وعايز الحاجات دي تتطور مش بس على مدى السنتين اللي مبقين لك ولكن على مدى السنوات القادمه كلها؟ والله حابب اوصل رساله بس لزمايلي ان العمل التطوعي مش حاجه اجباريه، مش حاجه ومش حاجه عيب. فنقطه ان انت تخش عمل تطوعي او تحضر ندوه او تعمل حاجه هتفيدك انت، هي مش راجعه علينا احنا بحاجه. بتتمني ايه او بتحلمي بايه في الفتره اللي جايه انها تضاف للكليه؟ والله أنا شايفة يعني أن الجامعة في خلال السنة دي كل الأنشطة وكل الفعاليات اللي نفذتها والبرامج دي بصراحة يعني مؤشر نجاح قوي جدا، فلو تم يعني أو كملنا على هذا المسار حقيقي يعني هيبقى فيه achievements كتيرة هتتحقق في الفترة الجاية، وكمان هيبقى فيه عائد ومردود على الطلاب أكتر في الأنشطة. ده غير يعني تركيز الجامعة على الجانب بناء الشخصية المصرية بجانب التكوين الشخصية أو بجانب الاهتمام بالجانب العلمي والأكاديمي، دي نقطة يعني مهمة جدا. فآخر حاجة بس كرسالة عامة للطلاب في الجامعات عموما، الاهتمام بجانب الأنشطة المجتمعية لأن هو ده اللي بيبدأ يبني مهارات الشخصية عند الـ يعني الشباب عموما. وكمان من ضمن متطلبات سوق العمل، يعني متطلبات سوق العمل مش مقتصرة فقط على الجانب التعليمي والعلمي فقط، ولكن مهتمية على جانب المهارات الشخصية. شكرا جدا، مشكور جدا يا فسانت، مشكور جدا يا أحمد، انت شرفتوني ونورتوني النهاردة، وبجد بتمنى لكم كل النجاح والتوفيق. وبشكر كل مشاهدينا اللي تابعونا النهاردة في حلقتنا من برنامجنا برنامج شباب على الهواء. شكرا إن شاء الله في الحلقات اللي جاية، وبرنامجنا وبرنامجكم برنامج شباب على الهواء.